هذا وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم المروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية. وبعد عثور فرق الإنقاذ على حطام طائرة الرئيس، أظهرت الصور أن الطائرة تحطمت على قمة جبل وأنها احترقت بالكامل. بدوره أعلن الهلال الأحمر الإيراني العثور على جسامين جميع ركاب الطائرة التسعة، حيث كانت تقل أيضا مسؤولين اثنين إلى جانب رئيسي وعبد اللهيان، إضافة إلى خمسة من بين مرافقين وطاقم المروحية. وأكد الهلال الأحمر الإيراني أنه سيتم نقل الجسامين إلى مدينة تبريز عاصمة المحافظة. بدورها أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن مراسم تشييع جنازة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه ستقام غدا في مدينة تبريز، موضحة أن الجسامين سيتم عرضها على الطب الشرعي.